الفقرة التالية وصل صوتك. شكوى سكان حي الأزهري مربع 26 من إشكالات تواجه هذا الحي، نشاهد ثم نعود من جديد. نحن سكان 26 الأزهري بنعاني من إفرازات كثيرة، منها الدلالة شرق المربع والخرفان جنوب المربع والسوق المركزي وإفرازاته شمال المربع. الحقيقة يعني نحن قدمنا احتراضات كثيرة جدا وشكاوي للمعتمد السابق الأخ عمر نمر والمعتمد الحالي أبو شنب، قدموا لنا حلول كثيرة. للأسف الشديد ما في أي استجابة لأي شكوى من مواطن ولا شكوى من لجنة شعبية، والمسألة دي وصلت مراحل يعني بعيدة. إفرازات سوق السمك، إفرازات نحن داخل الحي ده يعني لدرجة أصلا أنت ما ممكن تتخيل، يعني نحن حي بيوتنا مراحيض، بناتنا ما قادرات يطلعوا بعد الساعة 2 أو الساعة 3 لأداء أي، حتى البنت الجاية من الداخلية ما بتقدر تخش، ماشيين نساوينا لمستشفى، ماشيين لمناسبة ما في خروج. اللجنة الشعبية السعودية اضطرت قفلت كل المداخل بتاعت الحي، بقى مدخل واحد، ودي حاجة مؤسفة جدا انه يعني حتى السلطة تكون غايبة. حكاية الدلالة دي بجد يعني نحن قاعدين نعاني منها معاناة شديدة جدا، يعني خير الايام الثانية حتى يوم الجمعة الزول ما يقدر يطلع، تمام؟ فبجد يعني حكاية ما حلوة كويس، وتماما نحن بنات ما صح انه نطلع نقعد نطلع قدام الرجال كده. اتكلم باسم الحي عامة، يعني مربع 26 مربع المدينة الرياضية، يعني بنعاني والله، أسر بنات سكن عام من جميع النواحي في الشارع، يعني في أسر هنا يعني في أسر يعني بنات ما قادرة تطلع أصلا، يعني الناس دي ما بتقدر تطلع، يعني معاني من حتة الدلالة، معاكسات، يعني من حاجات كده سلبيات كده كثيرة. والناشد يعني الحكومة والسيد الوالي السيد عبد الرحيم محمد حسين والسيد المعتمد فاضل أبو شنب، يعني بنناشد انه يشوف لنا حل. نحن بنعاني والله العظيم في الطلوع، يعني ما بنقدر نطلع، واذا طلعنا ما بنقدر نخش الا بيركشه من قدام المحل، يعني بجد كميه العربات كبيره جدا وكميه الناس كثيره جدا، يعني والله صعبه، حاله صعبه شديد، يعني ما بنقدر والله العظيم، يعني اذا عرضنا لمواقف كثيره يعني بنعاني والله. نحن قاعدين هنا من 2006 يعني في الحي ده، فصعبه شديد والله العظيم الطلوع، وحتى الدخول صعب شديد والله. رقشات بنجيب الرقشه جنب الباب، بنطلع من الرقشه جنب الباب، كميه الناس 24 ساعه، يعني غير انه يوم الجمعه حتى الدلالة بتكون في الأيام العادية من الساعة 5 من الساعة 6 كده لحد الساعة 9-11 بالليل، بنكون صعبة شديد بالنسبة لنا. يعني حقيقة هذا المربع مربع درجة أولى، فيه 378 قطعة، كلها قطع مميزة باعتبار أنها 500 متر، وهو مربع وسطي ويقع في أعلى كنتور بين النيل الأبيض والنيل الأزرق. لكن للأسف الشديد طيلة هذه الفترة هذا المربع مهمل، لا توجد به شوارع داخلية، لا توجد به مصارف، بل العكس هو صار عبارة عن كوشة كبيرة فيها كل ما ممكن أن تتخيله من نفايات، من حاويات، من ورش، من مطاعم كبيرة، من مطاعم صغيرة، من حمير بدون مؤاخذة، من عشوائي، من كل فضلات المربع السوق المركزي. الحي ده في المساء لا تستطيع أن تصل بيتك، ولا تستطيع أولادك أن يطلعوا ولا يخرجوا، لأن كل المداخل مقفلة بعربات الدلالة والناس المتسيبين والبيعة المتحركين. والحي عبارة عن بيئة غير صالحة للسكن، لأنه من الناحية الجنوبية الغربية يوجد مصنع، يوجد مجمع السمك، ومن الناحية الجنوبية توجد القنكة في الصيف، ومن الناحية الشمالية تحد السوق المركزي ونفايات السوق المركزي، ومن الداخل توجد به الورش والعشوائي والحمير والغنم وكل ما ممكن أن تتخيله من سلبيات ممكن تكون موجودة في حي. طبعا صوت الشكوى عالي جدا والإشكاليات واضحة جدا، فالسيد المعتمد الموضوع يستحق عاجل التدخل. صراحة الوضع كما شاهدنا وسمعنا عنده ارتباطات أخرى بالبيئة، بالطريقة بتاعت حياة الناس، النساء دخول وخروج، واضح أنه نحن نتحدث عن إشكال حقيقي يستحق عاجل التدخل من السيد المعتمد.
ضيف الصالون وهي الفقرة التالية هو دكتور عبد الحكيم الطاهر. وعبد الحكيم الطاهر بغير أنه ممثل معروف ومخرج وأستاذ جامعي، هو قصة بتاعة حياة ينبغي يعني لمن يريدون أن يقدموا شيء ضد الإحباط أن يستمعوا لقصة عبد الحكيم الطاهر. خليكم معنا بعد الفاصل.